لتسليط الضوء أكثر على الضربة الأمريكية لميليشيات تابعة لإيران في سوريا ردا على استهداف مصالحها في العراق وتداعياتها، ينضم إلينا عبر سكايب أو عبر الهاتف من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي. سيادة العقيد، بداية مرحبا بكم. اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يكون الرد على قصف الميليشيات العراقية لمصالح بلاده في العراق أن يكون الرد في سوريا، كيف ترى هذه الضربة وهل حققت أهدافها؟ سلامي لك أستاذ الكريم والأستاذ المشاهدين. حقيقة بالنسبة لي الضربة هي الضربة جاءت في منطقة الهري على بعد بحدود 15 كيلومتر عن مدينة بوكمال أو عن المعبر الأساسي الرئيسي، وفي الهري معبر ترابي تستخدمه إيران خارجا عن أنظار الرقيب، لكن الضربة بجدواها الضربة أصابت عناصر إيرانية يعني ميليشيات، وإيران معروف عنها أنها تقاتل بالعقيدة القتالية الشرقية، يعني لا تأبه لعدد العناصر الذين يقتلون. لذلك يعني أنا لا أعطي هذه الضربة أهمية عسكرية أكثر من الضربات الأقل من عادية التي ضربتها إسرائيل لهذه الميليشيات في المنطقة. يعني جاءت الضربة كمن كالأب الذي يضرب ابنه على قفا يده ليؤدبه ليس أكثر، أو يعني ضربة إعلامية أكثر مما هي ضربة عسكرية، هذا من حيث فحواها. أما من حيث ما يجري في المنطقة فإذا هناك متسع في الوقت نستطيع أن نشرح عن التداخل الروسي الإيراني مؤخرا في المنطقة وإلى أين وصل. هل ممكن أن تكون ضربة تكتيكية يمكن يعني أن تحمل رسالة معينة؟ ليست أكثر من ذلك. يعني أمام الشارع الأمريكي جو بايدن لم يظهر صامتا وعلى نفس سلوكية أوباما، إنما هو مختلف، وهذه يعني اعتبرت لدى الوسط الأمريكي أنها أول قرار بالضرب لإيران من قبل الرئيس الجديد الرئيس الديمقراطي. ماذا يمنع القول إنه ربما يعني تغيير استراتيجي في رؤية الإدارة الأمريكية الجديدة لإيران وميليشياتها؟ يا سيدي الكريم، جميع يعني المنطقة في دير الزور الآن مفتوحة على كل الاحتمالات. هناك صراع روسي إيراني يعني غير معلن، لأنه الطيران الروسي حتى اليوم حقق 400 طلعة طائرة في البادية، علما بأن البادية لا يوجد فيها داعش. يعني البادية باديتنا وأرضنا ونعرفها بالشبر، أرض ملساء لا يوجد فيها مخابئ ولا كهوف ولا أشجار، يعني لا يوجد أي مكان للاختفاء. بالإضافة إلى أننا أنا في اتصال مع بلدة معدان منذ 3 أو 4 أيام قبل الضربة قبل الأخيرة. روسيا البارح تقول أنها ضربت بمئة طلعة طائرة، قبلها بحدود 60 طائرة. أنا سألت أهلنا في المنطقة فأفادوني أن مفرزة من لواء فاطميون تتمركز جنوبي بلدة معدان على طريق دير الزور الرقة في البادية، يعني هذا الكلام على الضفة الشرقية لنهر الفرات ويعني على باتجاه البادية، وأن عناصر هذه المفرزة ضربهم طيران. يعني هم كمدنيين لا يعرفون من هو الطيران، لكن في نفس اليوم كانت روسيا قد أعلنت أنها ضربت داعش في البادية. لذلك أنا أقول ودخول روسيا مؤخرا إلى مدينة البوكمال والسيطرة على وسطها والتمركز في الفندق السياحي وتطويق بالمسطحات والدبابات والسيطرة على حقل الورد وحقل الحمار النفطيين في منطقة البوكمال دون إبداء أي مقاومة على الإطلاق من الميليشيات الإيرانية، وأكثر من ذلك أن الميليشيات الإيرانية انسحبت من عدة مناطق من مناطق تمركزها في البوكمال وفي محيطها وسيطرت عليها القوات الروسية. طيب سيادة العقيد، يعني
نعم. الضربة التي وجهت للميليشيات في البوكمال يراها محللون عسكريون أنها لا تقارن بقصف المصالح الأمريكية ولا النفوذ الإيراني الممتد والمتمدد الذي تتمركز أو يتمركز في دير الزور التي توصف أنها خزان الميليشيات التابعة لإيران وخزان لأسلحة هذه الميليشيات. لماذا برأيك لم يتم يعني استهدافها أمريكيا إن أرادت أمريكا توجيه ضربة حقيقية لإيران وأذرعها؟ يعني بمعنى آخر، لماذا لا يتم استهداف أذرع إيران بشكل موجع فعلا بحيث أنه يعتبر أنه استهداف أمريكي استراتيجي لإيران؟ يا سيدي الكريم، أمريكا تريد فوضى خلاقة ومن ثم شرق أوسط جديد. الأداة الوحيدة يعني ورقتي القوة التي تمتلكها إيران هي أن إيران تحارب العقيدة الشرقية القتالية، وبالتالي لا تأبه لعدد العناصر، ونشرت أعداد كبيرة جدا من العناصر ولم تنقل رفات جندي واحد منذ أن بدأت الحرب في سوريا إلى اليوم إلى بلده أو عادته. يقتلون ويلقون في الصحراء، إذا وجد بدوي أو أحد يدفنه ما وجد وإلا يتأكل الطيور. هذه مشاهدات أعين يعني. فهذه ورقة قوية تمتلكها إيران أنها تضحي بأعداد كبيرة من العناصر. الورقة الثانية أن إيران هي الدولة الوحيدة أيضا القادرة على نشر الفوضى، لأنها استطاعت أن تتغلغل في الوسط العربي المسلم من خلال مظلومية الحسين ومن خلال مظلومية آل البيت. لذلك وتحارب في المنطقة إيران بكلفة صفرية، لا تدفع شيء هذا العنصر وثمن البارود البندقية التي يحملها وثمن مفتاح الجنة المعلق بحلقه، هذا كل ما تقدمه. لذلك إيران تستطيع أن تطيل عمر الفوضى في المنطقة، ومن هنا أمريكا مضطرة للحفاظ عليها، إنما يعني تقلم أظافرها بين الحين والآخر وتعمل تحت توجيهاتها بكل دقة. عبر الهاتف من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي، شكرا جزيلا لك.